المليحة الغوطة الشرقية 14 رمضان 1434، أحد الأسطح المدمرة جراء القصف بقذائف الهاون على حي البلاط. أحد الأسطح المحروقة جراء القصف على حي البلاط. حسبي الله ونعم الوكيل. هذه المدرسة على طريق جرمانة يتمركز بها عصابات الأسد والشبيحة. هذا بناء طنجرة الملاصق لإدارة الدفاع الجوي، وهذه الطلاقيات يستعملها القناصون إدارة الدفاع الجوي لإطلاق النار على الأهالي في البلدة. بناء طنجرة الملاصق لإدارة الدفاع الجوي، هذه الأبنية عند خزان المازوت في أول البلد، ويوجد قناصين عليها. هذه لمحة عن البلدة، بلدة المليح.